وحي يا حار يا ربي حار وحي هيدي وحيدي وحيدي يا شنو هذا شايف ستاي هيدي هيدي احمد هيدي دورني هيدي احترقت يلا عدتك تستاهلين احمد ولي سلمك يا مروحي من المستشفى انت قاعد تصرخ علي زين ابدل وحي يلا وحي يما طلعت روحي وحي هيدي تحرقني يا ربي وي زوجتك تتهمك انك انت سبب الحروق اللي بيتها انا شكو يبا انا ريال منفصل عنها بعدين صار لها مده هي ببيت اهلها انا شكو وين شلون حركت ايدها لما زوجتك تعرضت للحادث كانت عندك بالبيت صح اي بس ما ادري شو اللي جابه انا قمت على صراخها بالمطبخ منو يعني السبب اللي سوت بنفسها كذي ما حد كان معاها بالمطبخ في احد يحرق نفسه بنفسه قول غير هالكلام يا اخوي هلا وليد شنو استغفر الله العلي العظيم زين وبعدين ماني عارف شو اسوي احمد يحلف انه ما جاسه وسبيكه تقول العكس ايه الريال من امس في النظاره مساكين ترجاني ان سبيكه تتنازل وسبيكه معانده ما ادري شو اسوي توهكت خلاص سبكه راح تتنازل على الشكوى مو شغلك خلاص انا اتفاهم وياها مع السلامه الو هلا سامي سبكه ويهد نعم تروحي تنازلي على الشكوى مقابل ان احمد يرد تفهمين ولا ان شاء الله حاضر اللي تشوفه يا اخوي مع السلامه مع السلامه رد معقوله يطلع من احمد كذي والله ما هقيتها منه هذه اخرتها ها علامك تضحكين قط نكته والله انك على نياتك وما تدري الا وين قطك سعد تكلمي عدل وعن الألغاز أختك لما يئست إن ريلها يردها قالت تنويذ راعه تبي تأدبه شلون يعني؟ معقولة سبيكه كذي تسوي بروحها؟ ماني مصدق كيفك باكر كل شيء يبين تعال حبيبي تعال شوف شاطر إيه بعد هذا واي ما بس واقفة على راسي تخزيني كني مسوية مصيبة شفيج لأني أنا وانتي نعرف زين إن أحمد ما يسوي كذي مو بس انتي ما كلنا متأكدين من هالشيء أهو عاد والله عاد انتي وهو وإخواني كلكم ما همتوني أنا المهم عندي أرد بيتي صدقيني عمر الغاية ما تبرر الوسيلة نطق الفيلسوف قام يقط الدرر وينكم عني ما حد درى عني وحل مشكلتي مع أحمد لما أنا اضطريت إني أتصرف جايين تحاسبوني أنا بس بسألك سؤال واحد وبيتش تجاوبيني بصراحة تهجين أحمد يقدر يحبك مرة ثانية عقب اللي سويتي تهجين تكون في عاطفة بينكم عقب هالمشكلة الكبيرة اللي صارت كل شيء يتصلح إن شاء الله ويا ما ناس عايشين في بيت واحد وما يحبون بعض بس عايشين عشان عيالهم ويا ما ناس يمثلون الحب على شركة حياتهم وبقلوبهم ناس ثانية ايش قصدك؟ أقول تشب ولا كلمة قومي اخذي أقراضك انت وعيالك ذل في بيتك يلا سبكو عندك حاجة وقولية أنا ما أحب القط نغزات إيه عندي وأقصد ريم ريم اللي انت منت قادر تنساها وكل ما قريت لك خصيدة أدري انك كاتبها حقها وتقصدها انت ما تنشبين ما تستحي على وجهك هذه سالفه قديمه خلصنا منها ان شاء الله الله بيرزقه بالعيال وهو ويا مرته وبيوفقهم امشي في قدامي ها